بسم الله ينقسم يعني التوحيد الى ثلاثه اقسام التوحيد ونسيها مفهوم مرر توحيد الربوبيه دو جوك وامين كميزن هومبا ندي افراد الله سبحانه وتعالى بافعاله دو جانل كميزن سبحانه وتعالى ككيا نغو دا أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق. ركمل زمودا وبا والملك ويدا ملكي والتدبير ويدا يندي كوني وما إلى ذلك إنه لي توحيد الألوهية لأنه توحيد الألوهية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لهم يمنزم مكيوة هي ومعبود جيد ومكيوة جل جلاله التوحيد يرارو كسم يرارو توحيد الأسماء والصفات لو جان ليه ما زنايانو نصفه زميزم مكيوة يلي يليق بجلاله سبحانه وتعالى هو إفراد الله بما سمى ووصف به نفسه في كتابه ذو جل مزيناهم وأهله نم نزغا هيرا سفيفة نم نزجنا السيف عن نفس سيجواه يوم أولا لسان رسولي أين نم نتمار رحمب صلّى الله عليه وسلم وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه لثبيتشة ونفي ما نفع عن نفسه ذي رايز كوا اجرا نفس جواه من غير تحريف ولا استشانجي فتحري ولا تعطيل ولا رهرايا ولا وغير تكيف او جسمنا ولا تمثيل او ينفرس من شوبي يدي نمنا كاو يبران شيهاو مساله مرديا ذن الاسماء والصفات توقفية يعني جوي كي ما زينا ميزة سبطانة يعني هي يهيو توقيف يعني يهمي نبقى بدليل يتوقف فيها يعني نقول هما كان جاء رواه توزر سهاو على ما ورد في الكتاب والسنة مباكا دي زجاجة وي قرآن وي سنة متومي صلى الله عليه وسلم بإثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه التبتيش يزوم ميزة والتبتيش نفس الجوهة في كتابه هذا الشيء أو ما أثبته رسول صلى الله عليه وسلم أو زوم تومي عندنا

إذا من غير تحريف سجي ربو دودزا ولا تانتويلي رفع تانتويلي هوا يزي مسألة هنو من غير تحريف أو نمنا جيجي أو نمنا فرصة من يزي مزوبي زهي ديوان وهنو مسألة الأولى يعني هذا رجوة رجوع وكيير يمنا يكون لني إبران شيهاو هوا مسألة يو سبحانك اللهم بحمدك نشهد الله إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك